الكتاب الأسود كما ترونه على الشاشة هنا، وهو كتاب يمكن وصفه الكتاب الفضيحة. منذ اليوم الموالي للإعلان عن الكتاب الأسود في برنامج نقطة نظام على قناة المتوسط، نشطت وسائل الإعلام السمعية البصرية، وأصبح تسريب الكتاب والمعطيات حجر الزاوية لجميع تلك الوسائط. إذاعة موزايكا فام لم تحد عن طريقتها المعتادة في استعمال أسلوب مقدم حصة ميدي شو نوفل الورتاني المليء بالسخرية والتهكم من مؤسسة رئاسة الجمهورية التي أنجزت الكتاب الأسود. الورتاني فسح المجال لنقيبة الصحفيين نجيب الحمروني التي استنكرت الأمر على رئاسة الجمهورية، مؤكدة على ضرورة أن كشف الأرشيف يمر حتما عبر مسار العدالة الانتقالية. ديما نقولوا نطالبوا كمعناها مجتمع مدني وكنقابة وطنية للصحفيين بالعدالة الانتقالية، مش العدالة الانتقائية اللي كل مرة معناها يطلع شخص ولا يطلع مؤسسة من مؤسسات رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة انه يتصرفوا وحدهم معناها في خارج إطار العدالة الانتقالية. راديو شمس فام فسح المجال للتعليق الحر لبعض السياسيين على صدور الكتاب الأسود، فالكاتبة ألفا يوسف استغلت الفضاء الإذاعي لتشيد بمناقب الرئيس المخلوع ملقية باللائمة على رئيس الجمهورية منصف المرزوقي. بن علي أرجل من المرزوقي، هذه كلمة واضحة ونتحمل مسؤوليتها وعندي عليها حجج، لأنه بن علي عمره ما ادعى أنه من مدافعين حقوق الإنسان. وعلى نفس الموجات ثمن رئيس حركة وفاء عبد الرؤوف العيادي الخطوة التي أقدم عليها رئيس الجمهورية داعيا محافظ البنك المركزي للاقتداء بالمرزوقي ليكشف عن أرشيف البنك وأموال الشعب المنهوبة منه. يعرف الشعب بالحقائق يا عمي مع الدكتور المرزوقي، وأنا نحيي المبادرة هذه وأعتبر أنه لابد أن محافظ البنك المركزي زاد معناه ينحو نحوه يعني وينشر لنا 10000 مليار اللي تسرقوا وين مشاو لي كريونس يسميهم كربونيزي شكون كلاهم. إذاعة تطاويل لم تشذ عن القاعدة إذ أبت إلا أن تخصص مساحة للنقاش حول موضوع الكتاب الأسود. صالح عطية من أين له؟ من أين تحصل على الكتاب؟ خاصة وأن رئاسة الجمهورية نفت نفيا قاطعا وفتح التحقيق في هذا أنها لم تقم بتسريب الكتاب. يعني أنت الآن تجيبين عن الذين قالوا أن رئاسة الجمهورية سربت الكتاب لصالح عطية وقرأوا ذلك قراءة سياسية، وهذه حملة انتخابية وأعطيت قناة المتوسط باعتبارها جزء من الترويكا، وهذه التأويلات اللي فيها الكثير من الإسفاف والابتذال السياسي. قناة نسمة خصصت حصة كاملة للموضوع باحثة في طريقة تسريب الكتاب وكشف المعطيات الواردة فيه من خلال دعوة كاتب عام نقابة الصحفيين منجي الخضراوي الذي أكد على صحة المعطيات الواردة بالكتاب وما بث في برنامج نقطة نظام. نقابة الصحفيين تعتبر اللي رغم ما ورد في الكتاب من معلومات مهمة وخطيرة تكشف عن منظومة فساد حقيقية. برنامج ناس نسمة لم يتوقف عند هذا الحد من تناول موضوع الكتاب الأسود، بل وصل الأمر بدعوة الشاعر صغير أولاد أحمد للحصة الذي انزعج كثيرا من تردد اسمه في بعض صفحات الفيسبوك دون تصفحه لمحتوى الكتاب الأسود. واستغل برنامج ناس نسمة للتغني بإنجازاته في مقارعة ديكتاتورية بن علي مهددا بمقاضاة رئيس الجمهورية منصف المرزوقي. أنا عندي 6 كتب وكل ما كتبته ضد بن علي موجود في هذه الكتب. هذه التشويهات أنا معتاد بها ولا تخيفني، وأريد أدلة وسأعيد قراءة الكتاب وربما ترسلي نشكي بشي منصف المرزوقي. تناول الإعلام السمعي البصري للكتاب الأسود برهن بوضوح أن عددا من صانعي الإعلام لم يكتسبوا ثقافة المكشفة، ولا أحد منهم تجرأ على طرحها ولو في أطورها الموضوعية والقانونية، ولا أحد لديه نية الاعتراف أو الاعتذار. باختصار فإن طلب كشف الحقيقة طغى عليه الخوف من الحقيقة ذاتها.